فين اخويا؟ كاين شي سامدي صباح، كاين شي والله، كاين شي خدمة، كاين شي لو هلو هلو بلاتفورم شوبيفاي محال اخي كاين شي حل باقي ما كاينش الحل سلام خويا ايوب سميرة خويا مرحبا مرحبا بالدراري كاملين سامع
السلام عليكم سيمو خويا، واش فيسبوك ارتس الى كان تارجت في المغرب تيكون رخص من يونايتد؟ بيان سور خويا تيكون رخص، هو بلا ما تارجيتي راه تيكون رخص. انا شحال باش تطلع لك الكليك؟ واتساب خويا عزيزي انيا، هذا كاين شي خدمة، كاين شي جديد، شي وقفت على الخدمة شحال هادي انا دابا. مرحبا، خد 16 واحد كاين، 16 ناس كاين شي كاسين. خويا أسامة، إذا مثلا بغينا نناقشوا الفرق ما بين شوبيفاي ولا الإيكوميرس، مع أنك تقول لا إيكوميرس في المغرب، شنو الفرق إذا كان اللي كاين الإيجابيات والسلبيات؟ الفرق ما كاينش شي فرق بزاف، الفرق فاش كاين هو الميثود ديال الملف تيختلف بزاف بزاف. كاين الفرق، كاين الفرق، فرق في الخدمة، أما في النتيجة راه تقدر تكون بحال بحال، إذا خدمتي بحال شوبيفاي بحال في المغرب، يعني الفرق كاين في البيمون، كاين بزاف ديال الحوايج، كاين بزاف ديال الحوايج، يعني كاين بزاف ديال الحوايج. ايوه، ولكن دابا انت بتبيع على برا، مش عارفتي الديوانة راه توصل واحد عايش بو عندك لاكوت تكتيرة راه غادي يحبسوها، طيب لك جيب لنا السطو باش خدام، يعني شركة شنو كدير انت، انت عليك الضرائب ولا سنتي وقتنا. ما تبدا سول بعدا على الديوان هو الاول، تختار في دوك الحوايج كاملين دابا تخرج الساعه برا تشوف شنو اللي مزيان، شنو اللي مزيان في البري وشنو اللي مزيان في التوصيل، يعني المده ديال التوصيل تشوف شنو اللي مزيان فيها، اختار كاع دوك الشركات كاينين وتشوف شنو اللي مزيان فيهم.
لما اخويا ايوب اخويا الى شي اس مغربية يجيب لك كونفينك غدا غالب ديك مزيانة الا خليتيها غادي بخمسة دولار الحولو الدراري فيسبوك ار ساعات شنو عزيز عليها ديامات عزيز عليه صحاب هادوك اللي كيديرو فاصلة يعني الا درتي ليه سيرتو الا درتي سبعة دولار فاصلة فاصلة خمسة سبعة فاصلة خمسة دولار سبعة فاصلة أربعة دولار سبعة فاصلة خمسة وتسعين خمسة وتسعين خمسة وتمانين فيسبوك راه عزيز عليه بحال هاد الناس هاد ما عرفتش علاش ولكن المهم خدمو بالفاصلة الدراري في فيسبوك أرس لا في شوبيفاي لا في أي حاجة تيشيرتات في أي حاجة كوبي رايت مره كي زيرو مره لا مره كدوز امين شي بعد براند هادشي شركات اتاخذوا كيفاش داكشي المهم المغرب ما تحكروش عليه بزاف الكوبي رايت هادشي ناقصنا شويه في المغرب ماشي بحال بنيديكت ستاد بحال لوروب بحال سعيد خويا سيمو واش كتخدمو دروب شوبينغ في المغرب نيت خويا وي كنخدمو دروب شوبينغ في المغرب كان اللي كيجيب الساعة من على برا كان اللي كيخدم بالساعة اللي كاينة هنايا أيوة كاينة واحد القضية لي كوميرس ماروك أنه ما كاينش لي برودوي باش تخدم فيها إلا ما لقيتيش لي برودوي اللي تخدم بيهم جيبهم من على برا جيبهم من على برا الا ما لقيتيش لي برودوي اللي تخدم بيهم هاني يا خويا اسامه مرحبا كاينين الدراري كاين الدراري كيسولو في البريفيو كيسولو انا خويا واحد السؤال واش مزيانه باش نبدا في الدروب شوبينغ في المغرب و 3000 درهم راه قاد تقبيا الله الا قدك قدك في فيسبوك ارز وجيب برودويات مزيانين بدا بلي زيكسيسوار بدا بشي حاجه اللي عندها اللي كبيره فهمت كيفاش وثمنها قليل وعندها واحد الفالور فهمت كيفاش تي برودوي بحال هكا زيكسيسوار مكانات براسليات سيكان اطلع اطلع 3000 درهم قدك باش تبدا تقدر قاعد تشري برودوي برودوي ولا خمسة برودويات من الحاجة وتستيهم بالنسبة للشركة وي خويا عبد الله رجال الكوميرس غادي خصك ولا مقاول ذاتي المقاول الذاتي راه تيدخلو راه تقدر دير بها بعد برودمي شو هو ما كيش يعني بنادم باغي يشري ليه في الاخر ما كيشريش واش مشكل في البرودمي واش امتى نقدم الحدث حتى امس
مشكلة هنا أنا ومتي وش يطلع لي محمد أنا زرت بعض البرودويات مش في المؤمن مشكل في البرودوي لا بعض المرات تيكون المشكل عطي من عش. شوف انت كيفاش هضرتي مع داك الكليان ديالك غتنقول لك النسبة ديال ان البيع النسبة ديالو هو منك انت في البيع الا بتبيع شي برودوي راه خليني من فيسبوك ادز خليني راه يجيك الكليان نيت بلا فيسبوك ادز واش تقدر تبيع عليه ولا لا انت ملي غادي يدوي معاك في الواتساب ولا يدور لك واش تقدر تقنعه ولا لا حيت الكليان غادي يشوف كاين من هضرتك فهمتي الكليان انت هو راه كيرد البال غيشوف كاين من هضرتك يقول هذا واش فهمتي واش نبيع واش الراي ولا غير هذا ولا كذا فهمتي كيفاش ضروري ضروري اخي ملي تكومونيكا مع الكليان ديالك حاول انك تلقى شي فهمتي تكتسب شي حوايج ماشي ملي كدوي معاه في التليفون ولا في الواتساب فهمتي تقنعو وحاول انك توفر ليه فهمتي خليه يحس بداك الشيء سهل ماشي واخا كتبيع البيعة كتلقى مشكل مصاريف الشحن ديالها أمانة 50 درهم إلا زدت على المنتوج كيكون غالي مقارنة مع السوق شي حل في الحقيقة البرودويت اللي تيكون مثلا كاينين في السوق كديرهم بثمن طايح يعني تتكون مثلا ب50 درهم تدي لها 40 درهم هي كاينة في السوق ب50 درهم تدي لها 40 درهم وكتجيك تدي لها ديك 850 درهم ديال أمانة كتولي شويه طالعه دوك البروديوس غير بعد عليه داك اللي كاين في السوق غير بعد عليه ولكن ما تنساش باللي راه السوق ديالك انت اللي كاين فيه مثلا نقولوا انت كاين في الدار البيضاء هذاك البرودوي راه بعض تلقاه في الدار البيضاء ما كتلقاش في مراكش فاس مكناس فهمتي كيفاش ولا تطوان ولا وجده ممكن عاوتاني اللي غادي تخلص لك ديك 58 درهم علاش هي ما كتقدرش تخرج من الدار يعني ديك اليوم ما تقدرش يخرجوا من الدار ولا كذا فهمتي كيفاش كتوصل السيارة جاي يجيبها لها من أمانة مثلا هي كتشوفو في الانترنت يعجبها تتشريه وكل اللي ما عمرها خرجت دير هاد القضية في راسك ما مداش في السوق اللي حداك حيت راه لعب على المغرب كامل ما يمكنش حيت داك البرودوي بعض المرات تلقاه في كازا وما تلقاهاش في مراكش تلقاه في مراكش ما تلقاهاش في كازا تلقاه في الرباط وما تلقاهاش في كازا انت كيفاش انت رأيت يا كهوة لا سيارة سامة عنده مستقبل واعر قلت لك اخويا سامة عنده مستقبل واعر من هنا لقدام لو كومرس انا في المجال غادي تقدم غادي تكون حوايج واعرين حتى هو كي 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 حتى هو بادي دابا راه تجي واحد الوقيته واحد عامين ولا 3 سنين تلقى حتى فيسبوك اغلى فيها حيت يولي كونكيرونس طالعه في المغرب في عاد فهمت كيفاش يولي بحال الاستاذ بحال بزاف ايوه خويا هذوك لي برودوي اللي كاينين في كازا ناقصين بزاف ما عرفتش انا اش من كاتيجوري علاش كدوي اللي ناقص بزاف شنو هي خويا شنو هو الحوايج اللي ناقصين بزاف شنو هو البرودوي اللي ناقصين بزاف وقاش ونبداو نخدمو خويا عبد الله الله ما فهمتك عبد السؤال الله يحفظك عبد الله عبد السؤال ديالك ما فهمتوش الله يفهمك
سي بوسيبل تاع السؤال ديالك باش نكوش واش 17 لواحد دونك سول ولا كان عندي شي سؤال يسول عندي دي كيستيون في البريفي بغيت ندخل ليهم حتى خصني نشوف ليهم كاملين المهم اللي كنت سول غادي نجاوب عليهم بعدا هنا غادي نشوف بالنسبة لكم واش مغروف واش تبدا تدخل تيقول لك غادي لا 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 ما تيقول لك والو فاش شكون غادي يقول لك انا بلا بي عبدي لا بلا بي كل شيء ممكن نقترح عليه شي نوع ديال السلعة اللي خدامة مزيانة في المغرب ما نقدرش نقترح لك راه اي سلعة تقدر تبيع بالنسبة لكن نقترح عليك هو انك انت كيفاش غادي تحط ديك السلعه وكيفاش غادي كيفاش غادي تزوقها يعني زوقت بها سيمو دونك راه هنا راه ديال اللي هنا ديال لايف شاك سامعين باش الناس تعرف والله اخويا وسام ما كرهتش نديرو يوميا لا لا راه مع الخدمه وكذا نقدر نحاول نبقى ندير لايف شاك سومان يعني نقدر نديرها مثلا بحال السبت بحال هكا ولا لحد الحد تكون انا اللايف كنديرها غير وقت الا كانت الا كانت فهمتي راه عارف Back one.
خويا ايوب اللي كنقترح عليك لي برودوي ديال لي كوزميتيك ديال شي نوار بعد عليهم. كنعرف انا واحد السيده كتخدم لي برودوي ديال الشعر ولي برودوي ديال لوجي خدامه فيهم ماصات، ولكن داكشي طبيعي هي يعني كتقدم. انت خدام في الواتساب مزيان، نقترح عليك ما ديرش سيت، دير باج هو الاول، دير باج فيسبوك هو الأول حسن ما دير السيت وخدم واتساب. زياد اشنو هما البرودوي لي برودوي اللي كيتباعو؟ شي امثله ديال لي برودوي اللي كيتباعو مزيان. لي برودوي اللي كيتباعو مزيان اش نقول لك، لي برودوي اللي كيتباعو مزيان هما لي برودوي ديال لي اكسسوار بصفه عامه. شي حاجه عاوتاني، لي برودوي كوزميتيك كتباع مزيان، هذاك الشيء ديال التجميل وكذا تتباع 120. كيفاش تجيب السلعة من على برا خويا مهدي؟ كيفاش تجيب السلعة من على برا؟ هذيك القضية، أول حاجة قبل ما تجيب السلعة على برا، قبل ما تفكر أنك تجيب، خصك تعرف شنو هو لي كاتيجوري ولا التمينه ديالهم، واش تقدر تدخلهم ولا ما تقدرش تدخلهم. حيت كاين بعض الحوايج اللي تقدر تدخلهم، كاين اللي حوايج اللي غادي ياكلوا غادي يحطوا لك على الديوانه على حسب شي ورقه ديال وزاره الصحه ولا كذا ولا كذا، فهمت كيفاش؟ دونك قبل ما دير اي خطوه، يقدر يعجبك البرودوي، هذاك البرودوي تمشي تسول عليه عند الديوانه اللي في المدينه ديالك. سلام سلام، واش قاعد البرودوي راه شتو؟ بغيت نجيب منه القد القد، شحال غادي تقام عليا؟ شحال غادي نخلص عليه؟ واش غادي تقدر يدخل ليا ولا غادي تخصو شي ورقه ديال من شي جهه مسؤوله ولا كذا؟ يعني الاستفسار هو الاول، ضروري ضروري منه، هذاك ضروري منه باش تشوف واش تقدر تدخل عليك السلعه ولا ما تقدرش تدخل. ما تقدرش دير شي حاجه اللي البرايس على حساب زعما بينو وبين ياك، شنو نقول لك، بينو وبين عندك من 100 درهم تل 800 درهم 700 درهم. هذا هو البرايس اللي قدر نعطيك اللي كتباع. ابراهيم اخويا اصح لحظتك يا ابراهيم،
كريم اخويا البيس ديالك البيس ديالك اخويا كريم في التارجيتينغ اخويا اسامه على حساب لي باج كاين بعض لي باج اللي ما كيطلعوش في التارجيتينغ لي باج كبار وما كيطلعوش فيسبوك فيسبوك هي اللي عارفه علاش ما نقدرش نحكم حيت انا وقع لي هاد المشكله يا واقع لنا هاد المشكل ما عرفناش شنو هما المعايير اللي كتحط الفيسبوك على حساب التارجيتينغ ديال لي باج تيقصد البيز ديال الطنوبيلات على حساب شنو شحال من كيلو فيهم اما يمشوف امانه امانه كتقبل لك كل شيء شحال من كيلو عندك راه يقبل يقبلوا لك حنا تندويو دابا امانه لبس صفت امانه عاديه اكسبريس يعني لبس صفت عاديه عندك 46 درهم الا بدي لاميت بيمو على بريزو او اكسبريس راه كتصيفطها ب 58 درهم كزيد الطروبيلات تمشى واخا كاينين الناس مهتمين بالطروبيلات تركب في الاكسسوار ديالها يقدر يتمشى واخا كريم كاين بنادم كاع اللي تقدر دير كاع على السوق يقدر يطلع عندك حتى المدينة عندك هذيك هي اللي احسن انك دير تارجيتينغ ب بلا زون اللي كاين اللي بغيتي انت هذيك هي اللي احسن كاع احسن في تارجيتينغ ديال لي زون الا بغيتي تخدمو خدمو على الشمال انا الله يسمح لي بعض المرات كاع تيجي في الكره ما كان اكسبتيهمش يعني بحال عندك انا دابا حتى حاط واحد لاليز عندي ديال بلاك ليست لي في بلاك ليست يعني شنو قصد بها يعني لي في اللي ما نقدرش نصيفط لهم حيت تبقى الروتر فيهم بزاف عندك دي في اللي تيكونوا كبار عاود في لي في اللي كبار عاود دير واحد لاميطه اخرى يعني تنهضر مع واحد تنقول له شوف الله يخليك راه دفع ليا فيرسي ليا لا كونت ديالي صيفط لي الريسيف واتساب وانا نصيفط لك البرودوي وكمان تخلص راه غادي تخلص في امانه نيت انت كيفاش باش ما نبقاش نزق في المشاكل ديال الروتر حيت اللي كيجيني منه الروتر بزاف راه ديما الدراري اللي كيخدموا دابا باش تعرف شنو المجون اللي كيجيك منهم الروتر هذاك مجون كلاسيكو
هاد كلاس شنو المدن اللي كتبيع فيهم شنو، حيت من هنا من بعد تجمع ديك الداتا ديالك تولي تستهدف دوك المدن اللي بغيتي نتايا اللي كاينين في لا ليست ديالك اللي جمعتي. حيت ملي كتجمع عندك لي زون كاملين راك كتجمع فيهم، حاول تجمع انت النوامر عندك واحد القضية مزيان. دابا شوف دابا لا ميثود اللي واعرة دابا قاعد بزاف هي الواتساب، عندك فيسبوك واتساب، هادوك النوامر ديال الكليون اللي كتشد في الفيسبوك واخا ما كيشريش خليه عندك، سجله عندك وراه باش مدخل غادي يسجلك، سجله عندك حتى ما سجلكش خليه عندك. هذيك النمرة ديك الداتا ديال الواتساب اللي غادي تجمع راه تجي الشهر راه تقدر تجمع 100 200 300 كليون. هذاك الكليان راه يقدر ما يشريش عندك هذاك الشهر، ولكن ما تنساش باللي راه واحد يجي واحد الوقت يبيع عندك فلوس ولكن ما خصكش تخسرو، خصك ديما تبان ليه. باش غادي تبان ليه هادي باش غادي تبان ليه هو انه ملي كتجمع ديك الداتا ديال النوامر كاملين وكتونجستخيهم عندك في الواتساب كتولي كتعرف شنو كدير. كاين واحد القضية هو أن هادوك لي برودوي ديما خص يكون عندك ميساجر في الواتساب، ديما بقى لك لي ستاتو في الواتساب، يعني دوك لي ستاتو في الواتساب ديما كيطلع ليه ديما كيبان عنده. هي هذيك الكليانة ديما كيطلع لها داك ستاتو في الواتساب البرودويات ديالك، فهمتي؟ ويجي واحد النهار تطيح على البرودوي اللي عجبها عندك، فهمت كيفاش؟ راه يقدر ما يعجبهاش هذاك وقدر ما تشريش عندك. هذيك اللي ما عادش تشري هذاك الكونتاكت اللي هو معاك ديك النمره راه هذاك راه كليان عادي قد ما بقى غادي يشري. وهذا الشيء اللي كاين هذه راه واحد الميثود جديد هو انك تجمع لي دوني ديال الكليان النوامر تجمعهم تحط ديك لا ليست ديال النوامر. عمرك سمعتي بايميل ليست؟ نيميرو ليست راه هي هادي بحال بحال، كتبقى تصيفط لهم لي زوفر، كتبقى تصيفط لهم في الواتساب ديالهم، فهمت كيفاش؟ يعني ديك الكيانة الا ما شريتش عندك داك الوقت، الا ما شريتش عندك هاد الشهر تقدر تشري هاداك الشهر الجاي ولا الشهر من بعد ولا، فهمت كيفاش؟ 10 مشروع تصور معايا انت تسولك دابا الناس كتسول تسولك 50 هاد الشهر، تصور معايا داك 50 الا بقاو عندك في الواتساب وبقيتي كتصيفط لهم من جديد راه الشهر الجاي راه يقدر يشرو عندك بلا فيسبوك اصلا من غير هادوك اللي غادي يجيو يشريو. دونك هادوك ديال هذاك الشهر اللي فات دابا حنا شهر 12، هادوك الشهر هادوك اللي سولوني شهر 11 شراو شهر 12، فهمت كيفاش؟ لا والله كريم يعني صيفط البرودوي ديالك، صيفط البرودوي ديالك اخي كريم. قال لينا كريم ويلي يعني صيفط ليه وفي الاخر ما بغاش وانا خلصت شنو غيوقع الا مشيتي تصيفط البروداكت ديالك خلصت عليه؟ حيت نورمال ضرورة انك تخلص عليه، خلصت عليه راه ملي كيوقع الريتور راه عمال ما كترجع لك والو. يعني هو مشى لي برودوي وداك السيد ما مشاش شد البرودوي ولا سافر ولا مثلا فرضو ولا وداو عليه دوك عماله ما لقاوش في الدار وخلاوه في لاجونس وداك خينا ما جاليش. المهم في لاجونس كيبقى 15 يوم، 15 يوم ماكسيموم كيبقى وكيرجع لك. ملي كيرجع راه كدير البرودوي ديالك وراه ديك 850 درهم اللي خلصت عليه في المرة الأولى ما كترجع ليش كتمشي. دونك هنا لا ميثود اللي تقدر دير في القضيه هذه باش ما يوقعش عندك الروتور هو تكونفيرمي مع بنادم، هو بنادم تدور ليه وتشوف اشنو واش بغا سير انه يشد داك البروداكت من الهضره ديالو راه يبان لك من الكلام ديال الكليان راه كيبان لك الصوت حطو، فهمتي كيفاش؟ تولي مع الوقت تولي تعرف شكون اللي بيشري وشكون اللي ما بيشريش يشري وشكون اللي كيتفلى وشكون اللي معقول. هذا بلاك ليست اخويا ايوب شنو اللي كاين بان سيمو خويا مرحبا.
خويا وسام، مرحبا. إبراهيم، مرحبا. مشيت خويا إبراهيم، شو قلت شي؟ النار. عبد الله، الله يحفظك ليا. النار أخويا. ويمسم حواسم راه ما يطول عليك. عندنا هنا الخا ديالي، هادي كاينة دابا. أنا كنجمع لا ليست ديال كل برودوي، كنجمع لا ليست ديالو. هاديك لا ليست كتجمع ديال النوامر، بحال لي ايميل تكون نوامر مهتمين مثلا في الماكياج. نجمع داك لا ليست، يجي عندي شي واحد عنده شي اوفر، عنده شي برودوي بيبيعو، مثلا تتفق معاه. كتفق معاه على شنو؟ على حسب البونسونتاج ولا على حسب اي حاجه اتفقتوا عليها؟ وكتخلي عندك ديك لا ليست كتخدم بيها، كتقول ليه مثلا عندك شي برودوي ار، الى بعتو عندي فيه البونسونتاج ديالي. ولكن لا، كان شي برودوي اونيك، يعني شي حاجه ما ضيراش. ويا حمزة، شنو الموضوع؟ الموضوع عام، هذا موضوع عام. أسامة، صعيبة المسألة ديال الروتر أخويا. الروتر ماشي مسألة صعيبة، يعني هي مسألة ديال أنك أنت خصك تكون فيرمي بها من هذا. راه الروتر راه كيجي منك أنت، ماشي من الكليان. حيت الكليان هو كاين الكليان اللي كيشري، وكاين الكليان اللي مكيشريش، وكاين الكليان اللي كيتفلى، وكاين الكليان اللي معقول. راه انت شنو اللي راه انت منك لافوت، يعني ملي كتشد الكوموند وما كتعرفش المعنى ديال هاد الكوموند، راه خصك تعرف. ماشي خصك تعرف هاد، راه خصك تكون فيرمي معاه. واحسن حاجه انك هو تدور ليه من الهضره ديالو، كيبان لك واش هو يعني مهتم ولا ما مهتمش. كاين عاوتاني اخي الكليه اللي عشان نقول لك، كاين الكليه عاوتاني، كاين بعض الحوايج اللي خصك تعرف. كاين عاوتاني حوايج اللي مثلا فات معاك شي واحد، تباصل معاك واحد 1000 درهم، ياك هذاك الكليه باش نقول لها انايا، نقول لها دفع ليا فيرسي ليا مثلا 350، والباقي راه تتوجد الكوموند غادي نصيفطها عليك. ياك احسن، حيت الا كانوا برودويت كتار غتخلص عليهم بلا معنى. ايوب، تنبيع دي طابلو كبار شويه، يمكن نصيفط في امانه. يمكن لك تصيفط في امانه، ولكن اخويا ايوب على حسب الامبالاج اللي دير نتايا، واش الامبالاج يعني هادي شد صح ولا لا. حيت امانه ما نقدرش نضمن لك، انت ما تقدرش تضمن لك، فهمتي كيفاش؟ مي باش نقول لك، جرب، حاول دير رومبالاج مزيان. اما تمشي وريني شان، ولكن 15 لا ما اشتغلت. لا خويا كريم، راه من الريتور ملي كيرجع كيبقى في لاجوس عندهم مثلا مدينة فلان فلانية، هاديك لاجوس كيبقى عندها البرودوي 30 يوم، وتوقع الريتور. ملي كيوقع الريتور راه كيجي عندك نتايا نورمالمون، ديجا خلصتي البيمون ديال ملي صيفطتي، يعني راه صافي هاديك 58 درهم مشات مع الواد. ما تعاودش تفكر فيها بزاف، وما تقولش راه خطيط، حيتاش هذيك تجربة خصك تعاود تشوف شنو المشكل. هادشي اللي وقع لي انا المرة الاولى، المرة الثانية، المرة الثالثة، لقيت المشكل مني انا اللي ما كنكونفيرميش مع بنادم، وانا اللي ما عرفتش منين كنصيفط اصلا. يعني نورمالمون كتشد الكوموند، كيف تشدها؟ الو، السلام عليكم، السلام، طن طن طن، فلان فلاني، الكوموند فلان فلانية، مدينة فلان فلانية، واش بغيتي تجيك للدار، بغيتي تمشي لها لاجونس، هو كيكونفيرمي معاك، الا بغيتي تجيني للدار، واخا
صافي هكا كتدوي معاه. انا بعض المرات كاع تندير خدمه امانه داك الاول والله الا كنت ندير خدمه امانه قبل التام كنا صحاب اللي خدامين معايا والله الا كنت كنكون في انا كن دابا الكليان ملي كتوصلو انا كطبال لي في دري هذا في لابليكاسيون باللي راه وصلت المدينه فهمتي كاينه في لاجونس انا هذيك لاجونس عرفت مولا مثلا هذيك الامانه ماشي مشيو ويدوها لي وكذا كندور كنقول ليه الو السلام عليكم فلان فلاني ايه راه معك امانه عافاك جي للكليه ديالك حيت جينا ما لقيناكش فهمتي البلان كيفاش داير ولا حيت جينا ما لقيناكش صافي كيمشي ليها حمزة خويا فيدنا شي طريقة ديال الاي كوميرس خدامة هنا في المغرب عافاك كيفاش الطريقة دي كيفاش الطريقة ما فهمتش انا الصراحة عمري جربت امانة دليفري ديريكت ايه امانة واش ضروري الكرتون والفريتيو مثلا الصورة الاصلية أسامة أنت ما عمرك جربت شي تتصل في بنادم ديريكت ضروري كارتون كتشري ضروري كارتون تشري عندهم ولا تجيبه من عندك نتايا هاد الفري ديال ولا مثلا من الصورة الأسطورة لا كازا كازا في نفس المدينة راه كتخلص 58 درهم ولكن انت اللي كنت في كازا راه الفري ديال نتايا ثمن مثلا 20 درهم ولا دير بيمو غاتويت لا يفرزون غاتويت كيفاش لكن انت في نفس المدينة ليفري نتايا ب 20 درهم سفيان عمرك خدمتي تيشيرت فيسبوك خدام فيه في تري سبرينغ واحد لقيتها وصافي ونحبس ندير الباج ديال الليل ندير وي خويا كريم الله يسخر ياه انا خويا كندير كلشي اخويا حمزة كندير الخدمة ديالي أي برودوي يبان ليا جديد كنلعب على يعني على الديزاين كيفاش أنك غادي تسوق داك البرودوي ديالك شتي هاد التفاحة هادي راه تفاحة راه كاينة عندي وعندك وعند واحد وعند واحد آخر فيما مشيتي تلقاها ولكن هاديك التفاحة كيفاش أنت غادي تحطها وكيفاش غادي تسوقها الصورة ديالها المونتاج ديالها كدا فهمت كيفاش فاش غادي تحطها باش تقدر تبيع كتبقى طريقة البيع يا خويا كريم ديرها الله يسخر شكون فيكم هنا اللي بادي الايكوميرس في المغرب ابي نسولكم
لا خويا الكريم، لا ما خدمش دروب شيبينغ. ايه باري لوكال لايف دراري دريت لوكال لايف خدام، لا خدام هذا المشكل معاه، ما مبالغ ما عرفتش ناخذ السور سيرت الطبل طبلوات كبار وي خويا. ايوه طبلوات شحال فيهم كاع، شحال فيهم هذا شنو الطبلوات شنو دير لهم؟ عندك داك عندك الكارتون ياك، الكارتون العادي مش عند شي ري ولا شي واحد تقول لي ري حوانت، عادش دير ديك الكارتونة مثلا ديال قاب السكر قطعها وديرها الفوق، عاد دير داك البلاستيك اللي كيترتق اللي فيه دوك اللعيبات ما شنو كيقولوا ليه كيتباع الميترو اللي فيه دوك الترتاقات هذاك ودورو عليه، عاد دير ليه سكوتش مبالاة ما تلاقى في طابلوات كبار راه انت اللي ديرو. الله يخدام نعم أخويا أكرم، والله ما فهمتش شنو قصدي، فيها 100 على 55 سنتيم، وراه مزيانة صاحبي هاديك الطومبالة على راسك أصاحبي، شحال كتقام عليك في راسك؟ الأرض ما كتقام على حتى شي واحد، انت اللي كتقيمها فهمتي كيفاش، انت اللي كتعدي التقييم ديال البيدج ديالك، انت واش بديتي 5 دولار، واش بديتي دير 10 دولار في النهار، واش بديتي دير 7، بديتي دير دولار في النهار، بديتي دير 15 دولار في النهار، يعني انت شنو بغيتي، انت شنو كتفكر فيه؟ الا كنت على البيت بدا وكتطلع على الباج بدا ديالك، شوف حاول دير كاع انت 8 ايام البيت تبدا دير 8 ايام ودير كل ادز ياك، دير فيها 7 ونص دولار 7 ايام ولا 6 ايام. عاد شوف ديك الساعة ديبليكي الادز ديالك الا كان مزيان، هضر لينا على الفيسبوك ارز تي شيرت خويا، فيسبوك ارز تي شيرت عندي معاه واحد القصة، خسارة خسارة مش خسارة نيت، وإنما انت كيفاش حصلت لك انتقاد ديال تي شيرتات هو اللي كنت صرعت تي شيرت الصراحة. شنو كنخدم بي بي، كنت نخدم بي بي صراحة، هي ماشي شي حاجة معقدة، هي روبوت ديزاين هو اللي كيلعب كامل في هادشي كامل. كيفاش عندك الديزاين والنيتش، أكتر من النيتش، ولكن الديزاين أخويا سفيان صفوان كيلعب، عندك الديزاين كيلعب أكتر من النيتش، شي لا كان عندك الديزاين مهيب كيلعب مثلا يولي فيرا ماشي
تقول لي انت ارجع ما تدير كاع فيسبوك. تبغي نمشي في التيشيرتات ديزاين اهم حاجة. انا نتاعتي الديزاين اهم حاجة من فيسبوك. بصح حتى لما كانش في الديزاين واخا دير فيسبوك اصلا ما تقدرش تبيع. لا ما خدامش شوبيفاي. أخويا أسامة اللايف خدام، اللايف خدام. إخوان 28/1، 28/1 واش شنو؟ دوروا الإخوان قولوا شي حاجة. 31/1 شي أسئلة كاين شي حاجة شحال هادي؟ سيمو خويا مني كتجي الساعة كل مرة منين؟ على حسب بعد ما نتاع كنقدر راسك على حسب شنو؟ في ايباي يا اخي والله ما عرفت واش اللي بتبيع ارقام في ايباي. الاخوان الى عندو شي على اجاوب سولنا اللي كي اللي بتبيع ارقام في ايباي واش كتطلبوا شي حاجة. انا مخباريش ارقام ما مني. خويا سيمو الأسئلة اللي كنتي جامع إلا كنتي بغيتي. دابا خصني شنو خصنا نديرو شي وقت بحال مثلا غدا ولا كدا نديرو شي وقت نديرو فيه اللايف نجمع كاع دوك الأسئلة ونجاوب عليهم. علي صافا خويا الله يحفظك ليا. علي الله يبارك فيك. كريم هاني يا خويا الله يعزك الله يبارك فيك. البلايص اللي نقدر نجيبو منهم السلعة بلا من الجملة من غير كازن علي اكسبريس علي بابا. اشنو نقدر نقولك اخويا عبد الله؟ سيمو واش تقدر تجمع ما بين القراية والخدمة؟ أنا لك بلاصتك ما نقدرش نجمع وصراحة تقل أعتقد ما يكون أكثر مني. أنا ملي كنت القرا وكنت الوقت فاش كنت خدمت كنت خدام كان خدام كل مرة فاش كنخدم فهمتي كانت عندي الخدمة أهم حاجة. يعني إلا تجيني شي خدمة نفوت تنفوت القراية ونمشي نخدم. حتاش كانت عندي أهمية الخدمة أكثر من القراية. أيوة شنو هما لي برودوي اللي كيتمشاو في المغرب اي كوميرس؟ لي برودوي اللي كيتمشاو في المغرب لي برودوي لي زيكسسوار هما اللي كيتمشاو في المغرب ولا برودوي كوسميتيك راه قلتها في الأول. اخويا اسامه الا كنتي غادي تصيفط الا كان من مدينه لمدينه حاول تريفلي انترنيت ليفريزون انترنيت وديرها على 20 درهم ولا دير كاع غات فوت والمهم تبقى الثمن الثمن. ابراهيم جاوبنا قال لك ارجانا خير في اي باي منافسه قويه بزاف. بصراحه ارجانا واحد النيش اللي
على قلتي شنو نقول لك، على قلتي اني تشترى الطاولة ولا شي حاجة بحال هكا، اني تشترى المهم كيشوفوا صفوان. إذا بغيت نجيب 100 بياسة من علي بابا ولكن التوتال ما فيتش 1000 درهم، واش نخلص عليهم ديوانه؟ وما ما كيشوفوش المونطون ديال الفلوس، راه ما كيشوفوا البياس. يعني واحد كتجيب واحد لاكونتي كتيره كيقول لك انت شنو تدير، شنو هي المهنه ديالك، واش انت اللي خدام في هذا الشيء ولا ما خدامش فيه، واش عندك شي ستاتوس ديال الاوراق اللي خدام عليهم انت، الشركة شنو؟ أسامة خويا بالنسبة تحديد الثمن شحال يقدر من ديال الربح ديالك، باغ اكزومبل البرودوي طايح، إذا كان البرودوي طايح ب 80 درهم، حيت 80 درهم، لكن مثلا طايح في هذا، إذا كان دابا طايح البرودوي، إذا كان طايح ب 89 درهم، قولي 90 درهم، الربح ديال لي 50 درهم، شحالنا هي 140، وزيد ديك 58، تقدر قاعد ديرو قلي إلا كان عندك لاكونتي ديك كتيرة. الربح باغ إكزومبل الربح ديال البرودوي راه مكيمشيش على حساب، كيمشي عاطي المعايير ديال الربح كيكون على حساب الكاتيجوري ديال البرودوي، واش هذاك البرودوي اونيك يعني كاين ولا ما كاينش، ولا على حساب عاوتاني لا كونتيتي. الا كنتي انت بتبيع لا كونتيتي عندك 100 حبة، الله يجعلك غير تربح غير في 20 درهم ولا 15 درهم في الحبة وبيع، فهمتي؟ ولكن الا درتي واحد لا مارش ديال الربح كبير، راه غادي يكون هذاك، غادي يكون داك البيع ثقيل، فهمتي؟ على سولت ابراهيم واش يعني بلا ما نجرب على حسب ركان اخويا. لا او دابا ابراهيم شوف، هو راه ما غاديش يقصد لك، ما يقدر هو فشل ولا جرب وجا قاس، ولكن تقدر انت تعطي شي حاجه، شي المثل اللي تقدر تميزك على الاخرين. يعني ابراهيم ما يقدرش يحكم عليك واش تقدر تنجح فيه ولا ما تقدرش تنجح فيه، المهم خصك تجرب. هذيك التجربه ديالك هي اللي غادي تديك لمرحله اخرى، ما يمكنلكش انك تدز من دوز ديريكت، يعني من اركان تقدر تبلك حاجه اخرى اللي تمشي فيها، يعني واحد داك اللي تجرب. شتي الا قال لك اركان خايب، مشيتي مثلا كدير شي حوايج اخرين، كدير العود ولا كدير الزربيه ولا كدير هذا، حتى هذاك غادي ديرو وغادي تفشل فيه، ولكن هذيك الفشله هي اللي كتطلعك، عاوتاني فشله اخرى هي اللي كتطلعك تولي طالع. خويا كريم ما عنديش شي صاحبي اللي خدام فيه، لكن انت جرب، راه ما نقدرش نحكم لك، انا نقول لك شنو الذي خدم لك ولا شنو واللي ماشي يخدم، فهمتي؟ راه التجربة هي كلشي. أخويا أيوب ما عمره قال لنا أيوب كاين واحد القضية تدير الطيارة لبنادم، وأنه فيسبوك آد كيتسد، واخا تكون داكشي عنده مريقل. اخويا ما عمري سمعت شي واحد تسد لي فيسبوك خالص.
كان عندك ما عرفتش مريقل ما عرفتش ما عمرها كانت هادية فيسبوك أصلا ما كيش شوي ويس بصحة عندنا كان القضية هو أنه شوف إلا كان عندك المحل كيعطي واحد الامتياز كبير أن بنادم يشري عندك شي بنادم هو كيسولك تيقول لك فين جا المحل ديالك تقدر هذاك اللي كتقدا عنده يرجع للمحل ديالك يكون هو المحل اللي مثلا كتقدا عند واحد فلان فلان اللي كتعرفه ولا شي واحد كليان ديالو انت ولا شي حد اللي كتشري عنده لي برودوي هذاك اللي كاين اللي كتشري عنده وقول ليه ها المحل ديالي فين جا وفين جا هو راه ماشي يجي المحل هو كيسول انه واش سي واش عندك المحل ولا ما عندكش الا قال لك بين شي قول ليه مرحبا انت غادي تكونفيرمي مع السيد اللي عند المحل تقول له راه شي ناس سولوني وكذا حيت باش كون اون فوا كيدخل عندك المحل تيقول لك راه سولناك في الباج راه باينه هذاك راه زي من الباج نقول لك كتبيع فيهم بزاف نقول كنت نتاع الشمال هما اللي الشمال هو اللي فيه بيع بزاف ولكن على حسب عاود على حسب الكاتيجوري ديال الخدمة اللي خدام انت شنو كتبيع 21 23 تساعد المكان اللايف اخوان شوف نقدر نبقى ندير لايف سيمانة نقدر نديرو مثلا يوم نقدر نديرو يومين يومين نقدر على حسب واش على حسب الخدمة الدراري 22 22 يعني دابا 22 اخوان قولوا لي شنو في هذاك الناظر كانت فيها مزيان ديك الناظر عندكم انت اخي كريم ديك الناظر عندكم الله يعمرها هذا هو المغرب كامل الله يعمرها هذا انا كنقول غير على حساب على حساب على حساب المدن باش ما يوقعش عندك الرتور حيت المدن الكبار كيكون فيهم بزاف ديال لي جون الاجونس فهمتي كيفاش الكليان ملي كتشد عنده في مدينه كبيره في لاجون مدينة كبيرة مثلا بحال الرباط ولا كازا هذاك السيد كتقول ليه شنو لاجونس تقريبا لك ديال الأمانة باش فهمت كيفاش باش إلا في خليت على نفسك باش إلا ديما أون فوا كيهضر معاك الكليان راك نتا عارف ندير دابا مدينة كبيرة مدينة بحال كازا راه ما فيهاش اجونس وحدة راه فيها بزاف ديال لي جازون فهمتي كيفاش يعني هو غادي تسولو كليان شنو اللي قريب ليك شنو هي لاجونس اللي قريبة ليه حاول هي اللي دير في لادريس راه ملي كدير لادريس ديالو هو حاول انك في التحت مثلا الحي فلان فلاني
تنطن فلان فلاني لتحت، أدير أجونس فلان فلانية، فهمتي؟ باش حتى إلا مشى الكوموند ما يمشيش هو مثلا تحط ليه الصندر، تحط هو في 8 كيلومتر على السونتر فيل، هو تحط ليه في السونتر فيل، كومون تحط ليه في لاجونس اللي كاينة في السونتر فيل، راه صعيبة هاد القضية هادي. يعني دابا في كازا إلا بيمشي يجيب داك البضوي غادي يخلص أكتر من برودوي، فهمتي؟ غير في كازا إلا بيمشي يجيبو من داك الشيء، علاش أنا داير كازا من البلاك ليست ديال المدن اللي كيوقع فيهم الرجل الكليان، ولكن غير الكليان اللي ما كيعرف الاجونس اللي قرب ليه. بحال دابا كاين الكليان اللي كيقول لك صيفط عليا الاجونس الفلانيه ديال الامانه، كيجيك ديريكت هذاك، موافق كيشري وعارف كيفاش السيستم خدام. اللي ما عارفش اللي صافي هو ملي كتقول لي بريزون ادميسير راه صافي، يعني هادي تجيبها لي طلطه. ما عارفش باللي الى جو مثلا دورو لي في الوقت اللي هو خدام فيه مع 11 12 النهار ولا 10 النهار وخدام فيه وما لقاوش الدار، غادي يرجعوا على لاجونس ماشي عاود يرجعوا عنده يقلبوا عليه. هو نورمال خصو يمشي ليها، ومني كيرجعها كيرجعها لها لاجونس. أسامة من يومين ليومين ما عندي سلا أخي. أسامة مالي، أسامة خويا سيمو سمح لي جاوبني السؤال ديالي الفوق واخا نشوف مالي. يعني هذاك السؤال هو تما جاوبت عليه شوش. السؤال ديال هامش الربح ياك، هادشي اللي جاوبت عليه اخي وتما ياسين. صحا كتبركي كاع ياسين، وش وش يا خويا سامع كنت مشكل. المهم نقدر نكون استفدتكم، استفدنا شوية. حسين انا بغيت ندير الفلوس بلا ما نخدم، كيفاش اجاوبوا الاخوان بيدي الفلوس بلا ما يخدم؟ الحوايج غير الحوايج مثلا بحال والصباب الصبر ديالها تبو مزيانين يا كريم. ما قريب لي كلشي قريب. الواحد زين الاخ سام، لا واحد اخويا اللي هو تبين الثقه مع الزبون وتبرين ديال البرودوي ديالك مساله الثقه وكسب الزبون اللي يشري ويعاود يعاود. تحيات هو اون فوا تحط الباج ديالك حط على البراند، ديما الدراري اختاروا البراند ديالكم. من تحط الباج حاول تحط الباج بشي سميه اللي تكون شي سميتك انت، مثلا نقولوا اسامه شوب ولا كذا، هذيك ما خداماش. اللي خدامه هو انك تحط شي سميه شي براند ديالك انت
شي حاجة اللي يبقى عاقل عليها بنادم، بحال دابا قلنا سيدي عليها، سيدي عليها يبقى عاقل عليها كلشي، سيدي عليها، علي بابا، علي اكسبريس، جوميا، فهمتي شي سمية اللي تكون حمقى واللي شافها يبقى عاقل عليها وتكون خفيفة في النطق ديالها. أول حاجة هو أنك هذيك الباج ديالك تبني على البراند، البراند ديالك نتايا اللي يكون في البرودويات. حاول أنك تجنب ما تديرش سميتك، تقدر كاع دير سمية ديال شي بنت تكون مثيرة شوية، ولكن باش دير سميتك انت لا. كيفاش تكسب الثقة ديالك مع الزبون؟ الزبون كيفاش تكسب الثقة ديالك معاه؟ اون فوا يهضر معاك تجاوب، فهمت كيفاش؟ اون فوا تكونيكتا معاك تجاوبو في البلاصة، ومن يجاوبو هنا كيبقى الدور ديالك نتايا، راه غادي يجاوبوك وغادي تعاود تجاوبو نتايا. انت الأجوبة ديالك اللي خصهم يكونوا على حسب السؤال ديالو، وتقدر تطرح عليه يعني تعطي الانفورماسيون قبل ما يسولك، فهمتي كيفاش؟ مثلا بيسولك كيفاش نخلصك، هذيك خصك تقول عليه مسبقا عادي. اون فوا عطيك النمره ديالك تسد لكم اليوم، لا غد ليه الوقت ديال ديك الجوج بحال هكاك ثلاثه دور ليه مطولش في الصباح، يقدر يكون كاعك دور لي في العشية ثلاثة لتحت، كونفيرمي معاه واش الكوموند دوزها ولا لا. شي مسألة، مرحبا خويا، شحال ديال الوقت باش رضا؟ خويا شحال ديال الوقت باش الوقت باش نتعلم الاي كوميرس؟ خويا رضا واش انت عاد بتبدا ولا شنو قصدي بالتعلم؟ يعني بتعرف شنو حوايج عادي يعني سهلة، ماشي شي حاجة تقدر تتعلم في شهر، شهرين، 3 شهور، 4 شهور، 5 شهور، عام، عامين، ولكن تيبقى عليك انت واش انت باغي ديك الحاجة ولا ما باغيهاش. برايم داري باش نتفاهمو كيفاش ان داك الفلوس اللي كيوصلوا كيفاش نشدو في امان. شو اللي قصد خويا ابراهيم؟ امانه ملي كتمشي عندها تعطيك واحد الروسي، ديك الروسي ملي كتكتب فيه لادريسه ديالك نتايا اول حاجه، والادريسه الثانيه ديال الكليون اللي بتصيفط ليه الساعه، عاود الا بغيت تخدم لا ميثود ديال هذه بتصيفطها عاديه، كتصيفطها عاديه ما كاينش مشكل، كتصيفطها ب 46 درهم، ولكن الا بغيت تخدم الميثود ديال ان قيمو على ليفريزون، يعني هذاك الكليون غادي يخلص من تجي الساعه يخلص، هذيك لا ميثود ضروري يكون عندك واحد الكونت ديال البنكه. شكون هذا الكونت ديال البنكه؟ هذاك الكونت ديال البنكه تكون ضروري تابع البريد بنك، اللي تكون تابع العماله، بريد بنك اللي تكون امانه تابع عليه، بريد بنك خاص يكون ضروري عندك كونت فيها، غير غادي تحل الكونت، غادي معاك لاكارت ناسيونال طن طن غادي تحل الكونت. دونك امانه تيطلبوا لك داك الكونت ديال بريد بنك، تيعطيوك بريد بنك ملي كتقيد عندهم كيعطيوك واحد النيميرو د كونت، هذاك النيميرو د كونت هو اللي كتحط داك الريسي، وكتحط المونطو ديال التوتال ديال برودوي زائد ليفريزون، كتحطهم برودوي ديال 100 درهم زائد 58 درهم ديال ليفريزون مثلا، كدير 158 درهم. كيفاش كتوصل بالفلوس ديالك؟ راه ملي كتوصل للكليان وكيعطيه داك الموظف في امانه، كيعطيه البرودوي ديالو وكيعطيه هذاك الفلوس، كليان كيعطي هذاك الفلوس، هذاك اوتوماتيكمون كيدوزها في واحد لوجيسيال اللي كدوز عندك ديريكت. وكيفاش كتعرف؟ هو انه كتليشارجي واحد لابليكاسيون ضروري، هادي اول حاجه ملي تقيد في بريد بنك دخل لابليكاسيون عندهم تما، ومن بعد يكونفيرميوها لك مع هادي اكتيفوها لك مع النمره ديالك. دونك ملي كدوز البيمون ديريكت كدوز لابليكاسيون كتطلع في البلاصه، يعني راه يشدها في العشرة وربعة طلع عندك في لابليكاسيون اللي هو الكونت ديالك بريد بنك.
من ناحية اش اخويا ابو جمعة، خلينا ابو جمعة واش ضروري واحد واحد ممكن يخدم الاي كوميرس، ضروري السجل التجاري. حنا السجل التجاري الا كنتي بغيتي دير شركة ولا كنتي بغيتي تجيب واحد لاكونتيتي ديال السعر على برا هذاك وانما انت بغيتي تخدم في المغرب ما عندك ما كاين لاش سجل تجاري، جيو خدم. قال عدنان ما دي ما مسألك السفافة كبير محمد واخا أخوي نديرو السفافة كريم زيد واحد الساعة استفدت منك يا أخي. خويا كريم راه 46 درهم، 46 درهم. شوف عندك دو شوا ديال لا ميثود، عندك اما 46 درهم اما 58 درهم. 46 درهم الى هذاك الكليان بيفيرسي لك الكونت ديالك ياك قبل ما يشد لا كوموند، حيت يفيرسي لك الكونت ديالك. الى اتفقتي انت وياه على هذه الميثود هذه اوكي غادي تصيفطها ب 46 درهم. يعني مثلا قلت لي راه البياسه هذه دار 100 درهم ولكن غتخلص على 46 درهم، يقول لك واخا ماشي مشكل، تقول لي واخا تفيرسي عليا، يقول لك هادي تفيرسي، هادي فيرسي عليك الكونت ديالك بريد بنك، هادي يشد الريسو، هادي يصورو لك وغادي يصيفطو لك في الواتساب. ملي كتشوفو في الواتساب غاتصيفط لك الكوموند ديالو عادي 56 درهم هاديك، لا 56 درهم عاود زايدة فيها شحال 150 درهم ماشي 56 درهم، 150 درهم زايدة فيها 12 درهم، هاديك 12 درهم اللي زايدة على 46 هذيك لا ميثود ديال بيمو على ليفريزون. يعني الا بديت تصيفط لا كوموند وداك الكليان هادي شدها هادي خلص هاديك كتزيد 12 درهم. رضا كيفاش نبدا في الدروب شوبينغ بلا راس المال؟ حنا ملي كندويو في المغرب ضروري يكون عندك راس المال، ما يمكنش هادي مستحيل أخي أريد ومن توجد في المنتصر بحال مرجان بحال لا ما كاين حتى مشكلة. أخو أسامة، أسامة تسولنا قال لي أخويا السيمو واش يمكن مثلا نلقى منتوجات في متجر بحال مرجان بحال التجميل ولا الإكسسوار اللي تيكون غالبا سميت الشركة مثلا مرجان كيتا ديال المرجان، واش ما كاين حتى مشكل؟ لا ما كاين حتى مشكل. الدراري اللي بيخدموا البراند يعني اللي بيخدموا البرودويات ديال البراند مثلا جوتشي ولا شي حاجه بحال هكا لاكوست ولا اللي كان في الايش فلاتس، ما عمرك دير برودوي ديال البراند. حاول انك تجنب دير البراند في فلاتس ديالك، ولكن الباج عامره بالبراند، عامرة بإشارات أخرى، فهمتي؟ عامرة برودويات براند، فهمتي كيفاش؟ ولكن في الإشارة في هذيك البيب اللي بوستي هذاك البيب حاول دير شي حاجة اللي ماشي براند، فهمتي كيفاش؟ يعني بنادم راه كاين المغاربة دابا عندهم واحد الثقافة في الشكل، المغربي راه ما يدخلش عندك ويشوف ذاك البرودوي في الشريعة، راه يقدر يدخل لذاك البرودوي ويبطل الباج عندك يبانوا لي شي جوج برودويات ولا ثلاثة برودويات ويشري. يعني داك البرودوي اللي دير انت في الاشعار ماشي تجي دير باج ودير ليا اشعار، هاديك ما خداماش. حاول انك دير باج واحد 15 يوم ولا غير يومين ولا 3 ايام، ولكن يكون باج مرتبط بالبرودوي، حيت يقدرش هذاك البرودوي اللي درتي انت في الاشعار يقدر يعجبه ولكن ما عندهم فيه التغارات، ولكن من يدخل يقدر يدخل الباج، فهمت كيفاش؟ تسرك الفئه غادي يبانوا البرودويات الاخرى اللي يعجبوه، ما تخليش هذا هذا. محمد دوز، محمد دوز خوف في اللايف، شكون اخي اللي عنده دوز في اللايف؟
الا بيتي امانه متصلك كدير معاهم واحد الكونطرا. هذيك لا كونطرا شنو هو شنو كيطلبوا لك؟ تيقول لك اودي الا كنت درتي معنا واحد لا شيفر دافير ديال بقيلا مينيموم 2000 درهم 2000 درهم تيقول لك غادي نقصوا لك وغادي يبقى يجي عندك الليفرول تاع عندك انت يدي البرودويات من عندك يدي البرودويات يرخصوا لك تولي حتى شي 46 درهم. دابا عوض ما تخلص 58 كتولي شي 45 بحال هكاك. وي خويا كريم داكشي اللي خصك خويا داكشي اللي كاين. سلام سلام فاتي. ما كنديوش على اسمع ما كنديوش على الى بيجي من العبره ما كنديوش على المونطو كنديو على لا كونتيتي. تقدر تجيب 10 ديال البياسات وتخلص عليهم واخا يكون غير ب 500 درهم خلص عليهم الديوانه. وشنو كدير انت؟ شنو كدير؟ شنو الممارسه المهنه ديالك؟ شنو هي شنو النشاط كتمارس انت باش نعطيوك هاد البرودوي باش يحق لك انك تخرج هاد البرودوي؟ فهمت كيفاش ستاتو ديال داكشي الوراق؟ خويا كريم ما فهمتكش. اش ما فهمتيش ولا شنو؟ سامع واش مغامرة دير ستوك في الأخير؟ تقدر ما ديرش ستوك، تقدر تيست برودوي، تقدر داك ستوك انت ما يعجبكش لا تبيع بيه الكليان إلا كنتي جايب لنا حاجة من على برا تقدر تبيع لنا شوية. ماش تخسر الا كنتي جبتي واحد البرودوي اللي ما عمرو شافته العين وما كاينش هذاك اللي قلتي ليه فيه غادي يعجبك فيه. فهمت كيفاش؟ دونك القضيه كتبقى ماشي في ستوك ولا لا كونتيتي ولا كي كتبقى من البرودوي. اخويا عثمان ضروري الشركة. شوف اخويا عثمان في المدينة عندك كاين الديوان ضروري.
ما عرفتش من المدينة ده، ولكن المدينة اللي مشيتها فيها الديوان، هادوك اللي كاينين في الديوان شنو كيديروا هما في ذاك البيرو؟ إلا باش تسولهم، تدخل عندهم تسولهم سلام سلام. يقولوا لك شنو خصك في الأوراق، واش ديجا انه يمكن يدخل المغرب ولا ما يمكنش، حيت كاين بروجيكت اللي كاين بروجيكت اللي تيبغيو شي وراق، مثلا شي حاجه ديال الصحه، شي حاجه ديال بزاف ديال الحوايج خصك تعرفهم، فهمتي كيفاش؟ ماشي تمشي تجيب برودوي وانت درتي شركه، ولكن راه تقدر يكون كاع درتي شركه وجبتي برودوي يجيو حتى الديوان يقول لك اشتري من واحد البرقم من القنت فلان فلاني، وسير جيب لهم انت ذاك البرقم من القنت فلان فلاني. يعني خصك تكون على عين قبل انك قبل ما تشري ذاك البرودوي. مرات كاع الديوانه كتقول لك، ويقول لك السيلر اللي شريتي عنده دوك البرودويات صيفط لينا واحد السيرتيفيكا من تما ديال فلان، قضيه فلان فلانيه، فهمتي كيفاش؟ صيفط لك داك السيلر وجيبه. عبد الحميد ادعمو، سلام محمد، كلام صحيح مؤكد. هذه 3 ايام شريت واحد البرودوي من واحد الباش، وماشي داك اللي داير ليه الاشهار، دخلت الباج وقلبت لقيت داك البرودوي اللي عجبني وخديته. اخويا عبد الحميد الله يعزك ليا، والقضيه هي اللي كان اللي قد الدراري دابا، انا ماشي من ضروري هذاك الكليان غادي يجي ويشوف داك دير في اشعار، راه ما يجيش يشوف ويشري، يقدر يشري يشوف، ولكن يدخل الباج عندك وغادي يدور، يقدر يعجبو شي جوج ولا ثلاثة ولا أربعة ديال البرودويات من دوك اللي حاط في الباج. يعني الباج ضروري أنك تلعب عليها، تعمرها مزيان، تعطيها حقها، تعمرها بالبروداكت، وديك الساعة أنك دير الإشعار ديال شي برودوي آخر. تقول لي انا باش تقول لي اش من البروجي تمشى ليا، انا هذه اللي ندير تحت البروجي تمشي عند صحاب الجمله ولا اي بلاصه، ولا شتيه مثلا عند شي واحد تبيع فيه لا كونتيتي، ولا سمعتي مثلا عند شي جاركم تبيعوا بشي ثمن، مثلا شي بوطه ديال شي حاجه ديال التجميل، شي حاجه بحال هكا تبيعها مثلا ب 80 درهم، هو مول الحانوت كيبيعها ب 80 درهم، وعرفت هذاك البرودوي ماشي الثمن ديالو هو 80 درهم، عينك ميزانك، تقدر تحطه في الباج ودير ليه مثلا 150 درهم، راه كاين اللي يشري عندك، راه هامش الربح، راه ما كيتعتبرش. إلا قلتي لي أنت في كازا وكاين داك البرودوي ب 80 درهم، راه حنا عندنا مثلا هنا في مراكش ولا عندنا هنا في صبيرة ولا مراكش ولا أسفي ولا هذا، ما عندناش داك البرودوي بداك الثمن باش تقول أنت. فهمت كيفاش؟ عندنا بكثر، إلا درتي لي نهار هما تيقولوا فيه هنا كاع 200 درهم، إلا درتي نهار 150 درهم راه جاني عندك حسن لي. وإلا كان خويا محمد كيفاش كتختار لي برودوي باش تيستيهم؟ كيفاش كتختارهم؟ ما عرفتش هادشي، بعض المرات كتكون غير داير شي قنت وكيبان لك شي برودوي وكتسول عليه وكدي سميتو وكتمشي تقلب عليه في جوجل، عاد ديك الساعة كتشوف واش هادا يخدم لك ولا ماشي يخدم لك. شنو هما المدون اللي تقدر تستهدف على حسب الكاتيجوري ديال البروداكت ديالك نتايا؟ كرتون ما هوش ضروري بحال انتي شيرت مثلا.
ويسمى ضروري انك لو انت بدير مثلا تيشيرتات ولا بدير سبديلات ولا بدير اي حاجه اللي هي خفيفه، ضروري ان امانه دير معها كارتون. هي يعني ماشي كتفرض عليك هي تجيب تشري عندها الكارتون، ولكن انت تقدر تجيبهم شي خدمه اخرى، فهمت كيفاش؟ المهم يكون داكشي في لومبراج مزيان ولا في بلاستيكات. اخوان غادي نخليكم نتوفوا في اللايف، يقدر يكون غدا ان شاء الله مع سعودونس ديال الليل، لان واحد الايميل خصني نجاوب عليه. ما كرهتش والله، ما كرهت نجي نطول معكم، ولكن العيا ما درتش غير خدمة شوية.
دوك الاخوان غادي نخليكم غادي ندير ندير سيف الفيديو ياك. كاينين فيديوهات في يوتيوب دروك نحطوهم، نقدر ندير حتى في اخوان نحط هذا في يوتيوب ولا بلاش؟ الله يحفظك اخويا، يعني مرحبا. الله مرحبا، الله يحفظك لي يا مكسي. يعني يا اخويا مرحبا. شكرا خويا سي منعز، شكرا بزاف. مرحبا خويا، ما كاين حتى مشكل. هوك الدراري شنو نحط هذا في يوتيوب ولا والله في يوتيوب ولا ندير السيف هنايا واش نحطو في يوتيوب ولا لا؟ يوش صح يستر. اوكي داكو. الدراري بقاو، غادي نحط واحد ستاتيو دابا ياك. تما ستاتيو غادي يبان لك الكيستيون اللي تقدر تلقطها وتطرحو، نحطو في ستاتيو فيسبوك عندي هنا. اوكي الدراري، نقدر دابا نمشي من اللايف ويبان لك شي سؤال ولا شي حاجة، فيك شي سؤال سول باش غطا ثاني ندخل على الستات ونبقى نجاوب على الاسئله. سناك كيكا ونستاهل. مرحبا، شكرا خويا سيمو. مرحبا خويا، الله يحفظك ايمن، الله يحفظك اخويا ايمن. هذا عاد بان لي من دغري كي اللي كيقرا لي كيسيون كي كيسمع جاوب. الله يحفظك لي اخويا تاعنا. عاد سنسمع عندي ندير فيه الله يجيب سما سر اخويا. الله يحفظك اخويا ياسين، شكرا على الدراري بزاف 14 واحد. المهم يقدروا يكونوا الدراري استفدوا، واللي ما استفدش قدر يدي فكرة. المهم هو انك تبدا، راه كيبقى كل شيء لك انت. يقول لي واش هذا كيخدم ولا هذا ما كيخدمش، راه انا اللي نسولك واش بديتي ولا ما بديتيش، هذا هو السؤال. دونك غادي نجاوب بالسؤال، واش بديتي ولا ما بديتيش. اوكي خويا زكريا مرحبا، عندي للسيف. مرحبا خويا، انا يا خويا ابراهيم الحضامة. مرحبا وسام، انا عاود لك على ديك. واخا خويا، واخا خويا كريم، ما فهمتهاش. اوكي اخويا غادي ندير سيف ال اللايف، ونقدر نحطو في شان يوتيوب محمد وشاطر. دخلوا لها الدراري، دخلوا لها، دخلوا لها فيها جوج ديال الفيديوهات. نقدر مره ندير فيديوهات نحطهم. السلام ياس خويا مرحبا، هاني يا خويا سامة. يلا الدراري صبحوا على خير. سيرو فكروا شوية، غنحط واحد ستاتيو دابا، كل واحد يحط ليها لي كيستيون اللي جاتو في بالو دابا يحطها. شنو نقول لكم، المهم هو تبداو. المهم انا غادي غدا ان شاء الله ولا بعد غدا، المهم غدا مع بسعود ولا بعد غدا، محال ثلاث محال ثلاث محال صفر محال. المهم الدراري غدا غدا ان شاء الله سير تاعنا. الا ما جيتش في 9 نجي في 10، ما جيتش في 10 نجي في 11. داري شي خدمة دابا خصني مثلا. يلا الدراري طلعوا لي في ريلتكم، غادي نحط دابا الستاتي وكل واحد يقول لي لي كيستيون ديالو. على خير واخا خويا اسامه، يلا وقت ما يلا.